أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أبرز العناوين. صحيفة الوطن البحرينية بمثقاب كهربائي، خطف وتعذيب ناشطة عراقية وصور توثق. الصباح التونسية، ترامب يصدر قائمة عفو جديدة. العرب اللندنية، الانسحاب الأمريكي الثاني يجعل العراق بؤرة ساخنة وقودها بيد إيران. وتساءلت صحيفة الخليج الإماراتية في تقرير لها، هل سيتوقف الوباء؟ سؤال يشغل الخبراء. من المقالات يكتب فارس الخطاب في العربي الجديد، الفساد في العراق فوضى منظمة. ويكتب صبحي غندور في البيان الإماراتية، الصراع مستمر في أمريكا. التفاصيل بعد قليل. عنونت صحيفة الوطن البحرينية بمثقاب كهربائي، خطف وتعذيب ناشطة عراقية وصور توثق. فبعد أيام من الخطف والتعذيب، ملأت صور الناشطة العراقية انتصار ناهي حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تعرضت للتعذيب. فعمليات الخطف تكررت في العراق على مدى الأشهر الماضية، وطالت العديد من الناشطين والصحفيين المشاركين في احتجاجات ثورة تشرين. أكدت صحيفة العربي الجديد اعتقال رئيس مؤسسة إعلامية كردية غطت تظاهرات السليمانية، وذلك بعد عودته من السويد. وكانت هذه المؤسسة الإعلامية داعمة للتظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدن السليمانية، وقوبلت بقمع من قوات أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. قالت صحيفة الصباح التونسية إن ترامب أصدر قائمة عفو جديدة، من بينهم 4 حراس أمن سابقين في شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة، أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا مدنيا في بغداد عام 2007، وحكم عليهم بالسجن فترات طويلة، وهي مذبحة أثارت ضجة دولية. نقلت صحيفة أخبار الخليج البحرينية عن مصدر سياسي عراقي، قاآني خول الكاظمين ضرب الميليشيات المتمردة على طهران. وكشفت مصادر مقربة أن إيران تتعامل بأعلى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة لتجنيب نفسها ضربة أمريكية يخطط لها ترامب قبل انتهاء ولايته. ونبقى في أخبار الخليج البحرينية التي قالت إن الداخلية العراقية كشفت عن مخطط لاستهداف قاعدة فيكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي بصواريخ ذات تقنيات عالية في ذكرى اغتيال سليماني. قالت صحيفة العرب اللندنية إن الكاظمي أمام خيارات معقدة إن انفلت عقال المواجهة مع الميليشيات، وينقسم المراقبون في بغداد بشأن قدرة الحكومة على القيام بعملية استفزاز للميليشيات التي تلقت تدريبا جيدا في إيران. وفي عنوان آخر للعرب اللندنية، الانسحاب الأمريكي الثاني يجعل العراق بؤرة ساخنة وقودها بيد إيران، حيث في الأشهر المقبلة كما يبدو سيكون هناك صراع مع النفوذ الإيراني المتزايد في العراق، وهذا سبب كاف كي يجعل بايدن يفكر كثيرا قبل اتخاذ قرار انسحاب قوات بلاده من العراق. أكدت صحيفة القدس العربي أن السفارة الأمريكية تنفي إخلاء مقرها ببغداد من الموظفين خشية هجمات انتقامية. ويقول السفير الأمريكي ماثيو تولر إنه باق في بغداد وإن السفارة مستمرة في عملها. تساءلت صحيفة الخليج الإماراتية في تقرير لها، هل سيتوقف الوباء؟ سؤال يشغل الخبراء، حيث رحل عام 2020 بتركته الثقيلة على العالم أجمع. ويقول الطبيب فلافيو توكسفيرد، الأستاذ في جامعة كامبريدج والمتخصص بالأمراض المعدية، إن مسألة معرفة ما إذا كانت موجات أخرى من كورونا ستحدث في العام الجديد تعتمد على التغيرات الموسمية وكيفية إدارة المرض والجمع بين إجراءات التباعد واللقاحات. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات يكتب فارس الخطاب في العربية الجديد: الفساد في العراق فوضى منظمة. يقول الكاتب: يتحدث الكل في العراق المبتلى بهشاشة النظام بعد احتلاله عام 2003 عن آفة الفساد، حيث تدخل إلى منظومته أسماء وأرقام جديدة ويمثل في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع العراقي نتيجة فقدانه لسيادة القيم وغياب المساءلة. ويكتب عبد الله الأيوبي في أخبار الخليج البحرينية: الموظفون الفضائيون وجه آخر للفساد. يقول الأيوبي: يواجه الكاظمي عقبة معقدة تتمثل في تطهير مفاصل الدولة من ظاهرة الفضائيين، وهذه الأحزاب مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تفشي ظاهرة الفساد وعن تضخم أعداد الموظفين الفضائيين في مختلف مفاصل الدولة العراقية. ويكتب صبحي غندور في البيان الإماراتية: الصراع مستمر في أمريكا. ويرى الكاتب أنه لن يكون من السهل أبدا خلال السنوات المقبلة إعادة اللحمة بين أطياف المجتمع الأمريكي الذي قام تأريخه على استخدام العنف، وما زال عدد كبير من ولاياته يرفض التخلي عن اقتناء الأسلحة الفردية وفكرة الميليشيات المسلحة. أخيرا يكتب أدهم إبراهيم في الدستور العراقية: ملامح سياسة بايدن في الشرق الأوسط. يقول الكاتب: يتطلع العالم إلى التغييرات التي ستحدث في عهد بايدن في الشرق الأوسط، وهو من أهم مناطق العالم الساخنة، ويبدو أن بايدن لن يكون نسخة جديدة من أوباما، وسيبدي مرونة في تعامله مع الملف النووي الإيراني، ولكن ليس بالشكل الذي ينتظره قادة إيران الذين توقعوا انفراجا حادا في الأزمة النووية الإيرانية. مشاهدينا، سينضم إلينا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل الدكتور رافع الكبيسي الكاتب والمحلل السياسي. يسعدنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم من جديد إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من عمان الدكتور رافع الكبيسي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور رافع إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا بك وفضائية الرافدين. أهلا بك. نبدأ الحوار من حسابات التواصل الاجتماعي التي ركزت على الناشطة العراقية انتصار ناهي، وقد تعرضت للتعذيب بالكهرباء في رأسها وجسدها، وأن عمليات الخطف تكررت في العراق على مدى الأشهر الماضية، وطالت العديد من الناشطين والصحفيين المشاركين في احتجاجات ثورة تشرين. كيف تقرأ المشهد؟ هذا يدل على أنه القوى اللي متمسكة بتل أبيب السلطة أو اللي عندها قوى عسكرية منفلتة وميليشيات منفلتة تجاوزت الخطوط الحمراء، يعني بدأت بالرجال ومن ثم وصلت إلى النساء وغير آبهين بالعقاب، بدلالة أنه بدم بارد استقبلوا الحادثة مع الزميلة اللي ذكرتها. كذلك توالت عملية الاغتيالات يعني بشكل متوالي في بغداد وفي اليقار وفي البصرة. يعني هذه تدل على أنه هذه القوى عندها نهج جديد، والبرقع اللي كانت تظاهر به على أنه هي مع المتظاهرين هذا يكشف أنه مو صحيح، صار عملية فرز. يعني إذن انكشف الستار، تجاوز الخطوط الحمراء، أكو عملية يعني تخادم مصالح بين أطراف العملية السياسية المحافظة على هذا الوضع القائم. نعم. على صعيد متصل، اعتقلت السلطات الأمنية العراقية أيضاً رئيس مؤسسة إعلامية كردية غطت تظاهرات السليمانية في كردستان العراق، وذلك في مطار أربيل بعد عودته من السويد. وكانت هذه المؤسسة الإعلامية داعمة للتظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدن محافظة السليمانية، وقوبلت بقمع من قوات أمنية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ما تعليقك دكتور على سياسة تكميم الأفواه وعدم إظهار الحقائق إعلامياً؟
مواطنين بعد أن حسهم بالحرمان وانقطاع رواتبهم والظروف الاقتصادية الصعبة والآثار تراكمت نتيجة كورونا، عبروا عن ذاتهم. وهي مو أول مرة، أكثر من مرة يعني لجأهم إلى وسائل مختلفة للتعبير، ولكن هذه المرة ميزتها أنه بيها دم وصار بيها بعض يعني التجاوزات كذلك على بعض يعني أخذت منحى آخر. هذا يدل على أنه يعني وحدة كردستان مو وحدة حصينة. اثنين، أنه ردنا ما بين يعني كردستان رغم الخصائص الموجودة بها والميزات اللي حصلتها منذ 1991 يعني بعد أن خضعهم الخط 36 من قبل الحلفاء، لكن بآن واحد تخضع يعني لتأثيرات متعددة يعني الفساد والعشائري وإن كان أقل من المناطق العربية، لكن الكل متفقين. اثنين، هم كذلك عندهم بعض المطالب يريدون يعني ما هو مصير يعني الأموال اللي تجي من السلطة المركزية. شيء آخر، ما هو مصير تصدير النفط اللي ينتج في منطقة كردستان، ما هو مصير الأموال اللي تجي من المنافذ الحدودية المتعددة سواء الرسمية أو غير رسمية. فكل هذه العوامل أدت إلى أن تكون يعني هذه يعني أن تكون هذه الهبة الشعبية في السليمانية وامتدت إلى بعض المناطق في دوق. نعم، ننتقل إلى موضوع آخر. عناصر شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة إبان احتلال العراق فتحوا النار على مدنيين عراقيين في ساحة النسور ببغداد منتصف أيلول سبتمبر عام 2007 وقتلوا 14 مدنيا، وأن قرار العفو الذي أصدره ترامب لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ويتجاهل أيضا بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعرهم وحقوق ذويهم. برأيك ما أبعاد قرار ترامب العفو عن مرتكبي جرائم في إطار مرحلة غزو العراق؟ سيدي، بالنظام الأمريكي الرئيس أول ما يستلم السلطة له حق يصدر في المئة يوم الأولى أوامر تنفيذية ويعين عدد من الموظفين الفدراليين، كذلك قبل أن يفارق السلطة هم عنده هذا، فاستخدم هذه السلطة المجهفة بإطلاق سراح عدد من السجناء من ضمنهم والد كوشنر، المجموعة من بلاك ووتر اللي قتلهم بدم بارد عدد من العراقيين بفظيعة كبيرة، وتجاوز واعتبر التجاوز حتى للأعراف القانونية الأمريكية اللي الحكم ضوها، واستهتار بدماء العراقيين. وهذا ترامب المعروف عنه يعني بطبيعته وخلفيته ده يتصرف بهذا الشكل. في ذات السياق، أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو عن القلق البالغ إزاء قرار ترامب العفو عن 4 من موظفي شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة، وتقول إن العفو عنهم يعزز الإفلات من العقاب وأيضا يشجع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل. هل لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تأثير كبير لتغيير قرار العفو الذي أصدره ترامب بعدم ملاحقة مرتكبي جرائم إنسانية؟ الولايات المتحدة كثير من الاتفاقيات الدولية خرجت منها، وقلت لك المحكمة الدولية كذلك عدم مساءلة الجنود الأمريكان في أي مكان بالعالم، بالإضافة إلى خروجها من منظمة اليونسكو بسبب القضية الفلسطينية. فما لا تستطيع أي منظمة بالوقت الحاضر تؤثر غير فقط الاستنكار وقرارات الأمم المتحدة ما تنطبق على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بمنأى من أي محاسبة ما دامت تمتلك القوة وتمتلك التأثير وتمتلك يعني الوسائل اللي تجعلها أن تضغط بطريقتها. ويعني أعطيك بس أذكرك بشيء، من طلعت أولبرايت وزيرة خارجية أمريكا قالوا لها هل يستحق موت نص مليون طفل عراقي أو نص مليون عراقي أن يستمر؟ قالت نعم يستحق. هذا جواب كامل يعني، فغير آبئة.
تقول مصادر سياسية إن جميع القواعد العسكرية التي تتواجد فيها قوات التحالف في العراق تدخل في حالة تأهب، وإن إغلاق السفارة الأمريكية وارد إذا حدث أي هجوم، في وقت تتهم فيه واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء هجمات تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية في العراق. ما المتوقع إزاء التأهب الأمريكي الإيراني في العراق؟ وجهة نظري يعني الإيرانيين من خبرتهم ما يريدون أن يدخلون بمعركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة اللي بانين عليها آمال كثيرة، هي إدارة بايدن وما يحمل بطياته من خلفية أثناء مشاركته مع الرئيس السابق أوباما ودوره في الاتفاق النووي، بالإضافة إلى أنه يحمل كثير من المشاكل وكثير من التراث اللي ترك اللي هي ترامب. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الولايات المتحدة وطبيعة إدارة ترامب لم تدخل بأي معركة عسكرية مع إيران. قائد القوات الأمريكية الوسطى قال إذا قتل أمريكي، استنادا إلى ما قاله ترامب رئيس الجمهورية الأمريكية، إذا قتل أمريكي سيكون الرد رد معه. أنا أعتقد إيران والقوى الملتحقة بها لن تلجأ إلى هذا الإجراء. دكتور رافع، يرى مراقبون أن الصراع مستمر في أمريكا وأنه لن يكون من السهل أبدا خلال السنوات القليلة المقبلة إعادة اللحمة بين أطياف المجتمع الأمريكي الذي قام تأريخه على استخدام العنف، وما زال عدد كبير من ولاياته يرفض التخلي عن اقتناء الأسلحة الفردية وفكرة الميليشيات المسلحة. هل لنتائج الانتخابات الأخيرة دور في ذلك؟ هو أكو نوع من الانقسام مع بالذات مع مجيء ترامب والإجراءات اللي اتخذها، من ضمنها الحائط يعني السياج اللي بنى بين مع المكسيك، من ضمن قرار منع دخول 7 مواطنين 7 دول إسلامية، من ضمنها منع عزل الأطفال عن آبائهم اللي بلغ عددهم 15,000. إجراءات متعددة نمت روح التمييز والانقسام، كذلك الأحداث اللي صارت مع السود وقتل مقتل بعض السود والمظاهرات اللي تلتها وعملية الحرق بعض المنشآت، أكو هذا الشيء يعني. وبعدين ترامب بالأساس هو يعني اعتمد على دول البيض، وهذا هو الرجل، هذا نهجه يعني، هو ونائب الرئيس بنس مثل البيض يعني، رجل يعني. هذه القوى نمت بشكل كبير، يحاول الرئيس الأمريكي الجديد، وقبل ذلك أنه حصل ترامب 75 مليون يعني من أصوات المنتخبين الأمريكيين، هذه حقيقة، وهذا أكثر يعني صوت رئيس يترك السلطة يحصل بمثل بهذا العدد من الأصوات، يعني ما حصلها يعني أي رئيس أمريكي مغادر، حتى يعني أتذكر جورج بوش الأب أو الآخرين يعني. إذن أكو انقسام بالمجتمع الأمريكي. أما موضوع السلاح في أمريكا مجاز، يعني أكو قوانين تبيع بيع السلاح ووسائل استخدامه، ويقدرون في أمريكا أكثر من 400 إلى 500 مليون قطعة سلاح بمستويات مختلفة وبطاقات مختلفة، يعني هذا عدد متفق عليه في يعني سلاح، وشركات السلاح هي أحد مراكز القوى وما يسمى اللوبيات، يعني أمريكا فيها لوبيات ومراكز قوى، فتعتبر شركات السلاح أحد يعني وسائل التأثير في القرار السياسي الأمريكي وفي القوانين الأمريكية. فالانقسام نعم موجود. وعد أنه الرئيس بايدن بأنه سيكون لكل الأمريكيين سواء أصحاب العلامات الزرقاء اللي هم يعني مؤيدين الديمقراطيين أو الحمراء الجمهوريين، بس هذا يريد له فترة كبيرة. وبعدين أمريكا يعني هي قامت على الهجرة بالأساس وعلى اجتثاث الشعوب سواء الهنود الحمر أو الأفارقة السود. نعم.
برأيك دكتور رافع، كيف ستكون ملامح سياسة بايدن في الشرق الأوسط الذي يعد من أهم مناطق العالم الساخنة؟ كل رئيس له بصمات، والرئيس بالسلطة التنفيذية بشكل ما إلى حد ما، ما أريد أقول دكتاتور، أقول هو الرئيس القوي، وأقول في السلطة التنفيذية أقرب إلى المركزي، عنده سلطات كثيرة غير محدودة ويترك بصمات بدلالة. يعني أريد أقول لك لو جاي غير جورج بوش الابن ما يدخل بخاض العراق وأفغانستان، لأن كلينتون 8 سنوات حاول يتلافى رغم محاوله من يجروا المحافظين الجدد، هذه حتى تكون على علم. الرئيس له تأثير. ريغان غير كارتر الديمقراطي، ريغان الجمهوري غير كارتر، يعني هذه الثمانينات والسبعينات، يعني أتذكر بحضرتك بها. الرئيس بايدن لن يكون نسخة من أوباما، سيكون له نهج، لكن أكيد جزء من طبيعته، جزء ما أفرزته العملية السياسية، جزء من تراث ترامب راح ينعكس على سياسته، لكن لا راح يكون له نهج. مع إيران نعم قد يكون تفاوض، لكن عدم العودة إلى اتفاق 2015 راح يكون، لأنه الكونغرس والرأي العام الأمريكي واللوبيات أنه تقتضي إعادة النظر بالاتفاق وإضافة قضايا الصواريخ البالستية وموضوع التوسع الإيراني في المنطقة، اللي هو أحد نتائج سياسة أوباما بايدن والآخرين. اثنين، فيما يتعلق بموقع القضية الفلسطينية، أكيد ما موضوع التطبيع لن يعاد النظر به، لكن لن يضغط على دول أخرى أن تطبع، لأن هو كان لو استمر ترامب بالحكم الكل يريد يجرها إلى التطبيع، واستطاع فعلا لحد الآن جر 4 دول، وكان برأيه أنه أكو دول أخرى على السرة، لكن أكيد بايدن مع دولتين والقبول ببعض الحقائق بجزء من تراث ترامب، ولكن عدم التمادي. بايدن سيعود إلى منظمة المحيط الهادي الاقتصادية اللي أخذت السيادة بدالها الصين، لأنه هذه 40% من التجارة العالمية بها. انسحاب ترامب خسر أمريكا كثير. اثنين، راح يعيد العلاقة مع الحلفاء الغربيين، يعني الأوروبيين. يا سيدي، الأوروبيين فقدوا الثقة بدور الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تاريخيا من الحرب العالمية الثانية ولحد سنوات هي الغطاء وهي المظلة للقيم الغربية وللغرب، يعني عاملهم بروح عدائية. راح يعيد العلاقة هذه. اثنين، العودة إلى منظمة المناخ، العودة إلى منظمة التجارة العالمية، العودة إلى منظمة الصحة الدولية، إلغاء القرار اللي يتعلق بمنع المسلمين الدخول إلى أمريكا. أكو يعني مهام كثيرة، ناهيك أنه تداعيات اللي تركتها كورونا تركت تداعيات كثيرة على الاقتصاد الأمريكي، على الحياة الاجتماعية الأمريكية. هذا جهد كبير. هل تعتقد أنه راح تتخذ إجراءات سريعة حول الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالنزاع الإيراني أو ما يتعلق بقضية فلسطين؟ بالتأكيد راح يكون بالتأني. نعم. أخيرا، بشأن جائحة كورونا، هناك تساؤل يقول هل سيتوقف الوباء، وهو سؤال أيضا يشغل الخبراء حول العالم، حيث رحل عام 2020 بتركته الثقيلة على العالم أجمع. برأيك هل يحمل لنا العام الجديد 2021 نهاية القيود والكوارث الاقتصادية التي سببتها كورونا؟ حقيقة صار جهد كبير. حضرتك تطلع فايزر وموديرنا وأسترا والعلاج الصيني، حملة كبيرة صارت، وحقيقة أول مرة استخدم الذكاء الصناعي لاختصار فترة اللقاح، وهذا ما تم بشكل أكبر في فايزر وموديرنا، يعني هو الابتعاد عن الأساليب التقليدية. ربما تؤدي غرضها بتخفيف الجائحة، لكن يبدو لي أنه هل تنتهي الجائحة بشكل كامل؟ قطعا لا، لأن هذا يعني هذا الوباء يختلف عن أي وباء آخر، وباء عالمي عابر للقارات، عابر للأمم، عابر للطوائف، عابر للألوان. في ختام الحوار أشكرك دكتور رافع الشكر الجزيل لمساهمتك معنا. حياكم الله.
والشكر لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.